فطيرة مكسيكية عطريتي؟ تعالوا تعالوا. مرحبا كيفكم، رجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد. فيديو اليوم غير طبعا، بدنا نعمل فطيرة مكسيكية كتير كتير سهلة. مكوناتها طحين، خميرة، حليب، شوية ملح. نيجي لمكونات صدر الدجاج، بصلة، فلفل وتومة، وقرنين فلفل جنبان، وبقدونس، وطبعا حبتين بندورة. نيجي لصلصة الصويا وجبنة. نيجي للبهارات، ملح، فلفل اسود، البهارات السبعة، بهار توما مع بهار التوما، البصل، كركم، بهار دجاج، بابريكا. طبعا بحط البهارات، بحرقكم كتير منيح، لازم يتحركوا كتير منيح، لازم نديلكم نص ساعة أقل ما فيها. هو المفروض يوم، بس حسب يعني كل واحد وحسب الوقت اللي المناسب اللي إجا يطبخ فيه. أنا طبختها صدفة. بحط صلصة الصويا، بحط 3 معالق الزيت، بقلب، بغطي الخلطة نص ساعة. بنيجي للعجينة، بنحط 2 معالق الخميرة، بنحط 2 كوباية الحليب، بنحرق. بنحط شوية شوية طحين لبيل ما تجمد تصير عجينة. طبعا صبايا ما تنسوا الملح. هاي بدي اسيب العجينه تتخمر نص ساعه، نغطيها. نحط البقدونس، بقطعه، دبس التومة بقطعه، وقرن الفلفل. بحط البصله، بحط الفلفل الجنبه، بحط البندوره، بحط صدر الدجاج، وبقيمها، بحط الثانيه. الوجبه الثانيه، الفطيره الثانيه، بدي اقلبها. هذا استوت طبعا، هي مش مستويها كثير استواء، عشان في الاخر راح نستويها اكثر. هيني طبعا هيني بدي ابشر الجبنه. طبعا بحط كاتشب وبعملها بدهن وهيك حسب الرغبه. في اللي بحب يحط مايونيز، في اللي بحط صلصه، حسب ما انتم شو بدكم. وطبعا بحط جبنه، برش جبنه، وطبعا الجبنه حسب ما بدكم. احنا عشان الوضع ممكن جبنه موزاريلا، ممكن جبنه كي، حسب شو انت بتحب او شو انت بتحبي. وهي بحط صدر الدجاج، حط كمان طبقة جبنة خفيفة، وبحط الفطيرة وبقعد أعمل عليها هيك عشان تزبط معنا. طبعا هي زادت عندنا واحدة،
نحطها نصين هاي الجبنة، هاي سفينة الدجاج، نحط كمان جبنة ونقلبها هيك نسكرها على النص هيك. إذا زادت معاكم بتعملوا هيك، هاي أسهل شغلة. بحط الفطيرة، هاي طبعا هاي هذه اللي عملناها نص، بتجنن طالع منظرها حلو. هاي بتقلبها، ما شاء الله لا شوف كيف منظرها بشكل صلاة النبي. طبعا بقطعها هيك طبعا طبعا، بحطها بالصحن طبعا، بحطها حبايبي. بتمنى تكون عجبتكم الفطيرة المكسيكية، طبعا كتير سهلة وحلوة. لا تنسوا اللي مش مشترك بالقناة اشترك بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد، والأهم من هيك تعملوا لي لايك حتى يوصل الفيديو لأكبر عدد. وشكرا لكم، باي.